لما بتكونوا عم تحكوا عن شي هو آخر شي ضل عندكن وأغلى شي عندكن، توصفوه بأنه الحيلة والفتيلة. يا ترى شي مرة فكرتوا من وين إجوا هدول الكلمتين؟ اسمعوا لك. من جيلين أو أكتر لورا كانت العروس تجيب معها جهازة لبيت زوجها بصندوق من خشب الجوز وحفر مطعم ومنقوش عليه غالبا عبارات مثل عين الحسود تبلى بالعمى، وهذا من فضل ربي، وغيرها من العبارات اللي كان يعتقد بأنها بترد الحسد. بهذا الصندوق في أواعي العروس وفي السبوبة، والسبوبة هي كيس بتحتفظ فيه الست لآخر حياتها وحتى بعد موتها. أول شي بيفتحوا السبوبة وبيعلنوا إنهن لقوا بسبوبتها كذا مبلغ. هلأ السبوبة هي كيس من الحرير المطرز بتحط فيه العروس كل شي عندها، ذهب ورزمة فتايل ورزمة دكك، وأول ما بتوصل لبيت عريسة وغالبا بيكون الوقت المساء بتروح على الفانوس وبتشيل الفتيلة يلي فيه وبتخلي بدال فتيلة من فتايلها يلي جايبتن معها، وبتشعل الفتيلة الجديدة، وبيحمل هذا الشي دلالة لعهد جديد وحياة جديدة مضواية بالأمل. ولازم العريس ما يقرب على العروس لتخلص الفتيلة وتحترق بالكامل، فإذا كانت الفتيلة طويلة كتير كان يتضايق العريس، ومشان ما يتضايق تقعد العروس بتحدثه وبتحكي معه مشان يلتهي وما يحس بالوقت الطويل. مشان هيك بينقال عن الناس وخاصة الستات يلي بيحكوا كتير وبياخدوا وبيعطوا أو بيماطلوا وبيتأخروا إنه فتيلتهم طويلة. وكان من التقاليد كمان إنه العروس تربط ثيابها الداخلية بدكة من حرير وتحاول تشد عقدة الدكة لحتى يصير فكها صعب، وممنوع يقطعها العريس أو يقصها، هيك العادة لازم يفك عقدة الدكة بأي طريقة، بيستخدم أظافره، بيستخدم أسنانه، شو ما كان المهم يفك لها العقدة يلي كانوا يسموها حيلة، واللي كل ما تأخر العريس بفكها بيكون رمز لعفة العروس. مشان هيك لهلأ بينقال عن البنت المستهترة دكتها رخوة، وكمان بيقولوا عن الست يلي بتتبنى ولد إنه الولد نازل من دكتها، لأنه العادة إنه يمرق الولد من تحت دكة الست ليصير ابنها بالتبني. ولهلأ منسمع من أهالي بعض القرى السورية إذا انعقد الحبل معهن عقدة صعب فكة إنه هالحبل معقود عقدة حيلة. وهيك كانت الحيلة والفتيلة أهم شي بحياة كل ست عم تنتقل من بيت أهلها لبيت زوجها. يعني ممكن تيجي العروس لبيت زوجها بلا الصندوق المطعم وبلا البقجة يلي فيها التياب أو حتى بلا ذهب، بس التقاليد ما بتسمح أبداً أبداً إنه تيجي العروس لبيت زوجها بدون الحيلة والفتيلة. مشان هيك كانت تقول عن أغلى شي عندها واللي ما بتملك غيره إنه هاد الحيلة والفتيله.